سنتك ميكرو. اذا متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنت واجد مع واحد الام اللي القلب ديالها محروق على الابن ديالها اللي عمل حادثة وتحدى في الحوض ديالو، ولقى مشكل مع الاطباء في القصر الكبير وفي مدينة طنجة. اي طبيب كيمشيو ليلو هذا كيصيفطو عند هذا، هذا كيصيفطو عند هذا، وما لقاوش الحل بصفة نهائية. متابعي قناة شوف تيفي خليكم معنا. الأم ديالو تعاودنا التفاصيل كاملة. السلام عليكم. السلام عليكم. انا الام ديال الولد هذا اللي عمل قصيده، تأذى في الحوض ديالو، تهرس من الحوض ديالو، ديتو للسبيطار ديال القصر الكبير، قالوا ديه للسبيطار محمد الخامس اللي هو طنجه. مي ديتو قالوا لي تهرس من الحوض ديالو، طلعوه ينعس 4 ايام، خرج قالوا لي يبقى على ظهره ناعس، عملوا له واحد الصنده صيفطوه للدار. ديك الصنده يعني ديك الصنده دارت له الميكروب، بقى كيغوض الولد تحصار مزيان، بقى كيغوت. صافي رجعته، كنرجعو المستعجلات، كيقول لك مستعجلات، الطبيب اللي عمل له هاد الصنده هادي هو اللي يشوف له. عاوتاني كيعملوا له شي مهدئات ديال السيروم كيبرد عليه ديك الحريق، كنهبطو كيجلس نهار يومين كيجيه نفس ديك الالم، كنطلعو عاود نفس ديك الهضره. يعني شي 5 مرات ولدي كيتقطع في لابيلونسات، كنديه ونجيبو من القصر الكبير حتى لطنجة. عاود كنديه نسميتو، كنديه بقيت كنقلب على الطبيب. الطبيب شافو، غسلو ديك الصنده في العياده ديالو، قال لي خاصو كاميرا، دارلو ديك الكاميرا، قال لي خاصو عمليه، دارلو ديك العمليه بافلوري، قال لي عنده الحوض العرق مآديلو العظام، خاصو يطلع ينعس محمد الخامس. نعسو في محمد الخامس، قال لي باش يطلع ينعس محمد الخامس باش ندير العمليه، يدخل معايا طبيب العظام. لا ما دخلش معاه الطبيب ديال العظام، دارلو ديك العمليه عاوتاني ما نجحتلوش. طلعوا بقيت 15 يوم، قال لي ردوا كونترول، مشيت عاوت رديتو كونترول، طلع يشرب الماء ديك التحصار، عيطنا للطبيب ما كايناش، قال لي هبطوا المستعجلات، هبطنا المستعجلات، قال لك الطبيب ديال الجراحه هو اللي يولي يركبها له، عيطنا له قال لك هبطوا الباب فلوري نعاودوها له. منين هبطنا الباب فلوري عيط واحد الدكتور عمل له واحد الصنده اللي هي صغيره، عاود ثاني ما بقاش ديك الصنده صغيره، ما قداتو وجه الحريق بزاف. عاود رديتو من بعد ديك الصنده صغيره 3 ايام، تسد له واقيلا العرق، رجعتو دار له واحد الصنده. صافي الولد بقى كيتحصر بزاف، كيتحصر
من كيتحصر رجعته دار له ديك الصنده عاوتاني نفس الحصر ديالو، قال لي صافي غادي نديروا له واحد العمليه رجعوا ينعس. رجعوا ينعس مده شهر، جات فيه النوبه ديال البلوك، هبطوا صرح له ديك العرق، طلعوه قال لي ما راه ما درليش العمليه. قلت له شنو يعمل لك؟ قال لي ما عمل لي يعني صرح لي غير بالقيد. طل من عيط للدكتور ديالو قال لي راه عنده مشكل العظام، تكيلو على العرق يعني خاص. عيطنا للطبيب ديال العظام ديالو ما دخلش معايا. دابا غادي نشوفوا المشكل شنو هو، يا نشوف له شنو عنديرو. قلت له دابا الطبيب شنو؟ قال لي دابا يخرج من بعد نشوفوا البروفيسورات هذه. قلت له شوف الطبيب ما جابش الله هنا، عطيني نديور لدي للرباط. عطاني ديك الورقه البراد، ديتو للرباط، استقبلونا في الرباط، شدوا ديك الدوسي ديالو غادي يقراوه، قالوا نهار الجمعه ردوا عليكم. دابا انا كنطلب من المحسنين واللي كيشوف هاد اللي كيشوف هاد الوليد باقي شاب باقي المسيره ديالو يتعاونوا معانا باش نعالجوا هاد الولد هذا، واللي ما عندوش يدعم معانا والله يحسن العون. وهاد الولد ديروه بحال ولدكم، حتى هو شاب حتى هو صغير، الله يرحم الوالدين. وكنطلب من الاطباء اللي كيسمعوني حتى هما يتعاونوا معانا، حتى هما يشوفوا في ولدي ويعالجوه ويولي كما كان في الاول المسيره ديالو. وشكرا. اذا متابعي قناه شفت فيكم سمعت معنا الطلب ديال الام، يعني الحلم ديالها هو انه الابن ديالها يتعالج، اللي يقدر يتعاون معها احنا خلينا لكم الرقم ديال الهاتف ديالها يتصل بها. متابعي قناه شفت في حاليا وصلنا لنهايه البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر اخر.